أهلا بكم. رأيتم إن امتزجت دماء شعبين شقيقين؟ رأيتم إن امتزج ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم؟ رأيتم إن أصبح شعبا واحدا، بل هما شعب واحد؟ تجسد كل ذلك في زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الجارة تونس. هناك في تونس أمضية الاتفاقات، هناك في تونس ترحيب كبير، هناك في تونس تأكيد على الأخوة بين البلدين، مصير مشترك وشعب واحد. زيارة رئيس الجمهورية تخللتها العديد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، رحب بها الشعب التونسي الذي اخترنا من بين تعليقاتهم. سعاد طرابلسي قالت: حللت أهلا ونزلت سهلا سيدي الرئيس الجزائري، نورت تونس وعاشت الأخوة بين البلدين. أمين قال: إن العلاقات الجزائرية التونسية القوية والصلبة تمثل حجر الزاوية في مواجهة المخاطر والتهديدات المتزايدة بالمنطقة. علاقات بإذن الله تعالى ستكون أقوى صلابة، وستستمر في تكوين عمق استراتيجي مهم وحيوي، ما سيجعل منهما محور القوة والنفوذ في المنطقة. محمد شعبان قال: أهلا وسهلا، دائما لقاء الشقيق مع الشقيق تعمه السعادة والمشاعر الأخوية الصادقة. ربي يحفظكم ويحميكم، وربي يوفقكم لما فيه الخير للوطن الأم تونس الحبيبة، ولوطننا الثاني الجزائر الشقيقة والحبيبة. مع نصف نهائي كأس العرب مونديال قطر 2021، أصبح حتى المصير الكروي بيننا وبين الأشقاء التوانسة مشترك. بعد الملحمة التي خاضها أمس أشبال مجيد بوقرة أمام البلد المستضيف قطر، حيث تمكنوا من الفوز بهدفين لهدف واحد في مباراة ماراثونية، بالليل تحصل على شهادة رجل المباراة بعد كل ما قدمه خلال هذه المباراة، والهدف الذي سجله من ضربة جزاء في الوقت الإضافي الطويل جدا. ونقرأ في التعليقات: سارة قالت: هنيئا للمنتخب الجزائري وألف ألف مبروك، والله شرفتونا وفرحتونا عقبال الكأس. تحية لكل اللاعبين والمناصرين في كل أنحاء العالم، وتحية خاصة للشعب الجزائري البطل، شكرا لكم جميعا. تقي الدين قال: الحمد لله انتصر المحاربون، وكلنا شوق للمباراة التاريخية مع النسور التي ستنتصر فيها الأخوة بكل تأكيد. شعبان آيت المنصور زميل لنا قال: الجزائر بطل نصف الكرة الأرضية الأفرو آسيوية، وهذا طبعا لأن الجزائر بطلة إفريقيا فازت على قطر بطلة آسيا. عبد الجليل قال: محاربو الصحراء منذ تتويجهم بكأس إفريقيا أصبحوا يلبسون ثوب البطل أينما حلوا وارتحلوا، وزرعت فيهم أنانية إيجابية اسمها أنا الأفضل مهما كان منافسي، وبدون عقدة دمتم سالمين ودامت أفراحنا والكأس لنا بإذن الله. عبد الرزاق بن جد قال: المنتخب الجزائري هو ثاني أقوى منتخب عربي إفريقي بعد المنتخب الجزائري الأول الأساسي الذي مدربه جمال بالماضي. مرة أخرى وردا على الذين يتساءلون لماذا رفعنا أو رفع لاعبونا العلم الفلسطيني، علم القضية الأم للأمة العربية في الحلم العربي، حمل لاعبون بل احتفلوا بالعلم الفلسطيني كرد عفوي وتلقائي على هؤلاء المشككين. نقرأ أحد تعليقات أيوب من تويتر قال: احتفالاتنا بالراية الفلسطينية هي من صلب عاداتنا وتقاليدنا في كل الأفراح. في السياق نفسه، فنان سعودي اقتبس أغاني كلمات لأغنية أو لإشارة فنية لرسوم المتحركة الكابتن رابح. خالد ركان المنشد أو الفنان السعودي أعاد هذه الأغنية. رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعبي، رابح بطل حر عربي قد أصبح رمزا في اللعبي، شريا لوطا والأجنحة بفر
هذه الأغنية الأصلية لنستمع الآن كيف غناها خالد ركان الذي قال إنه سيشجع الفريق الجزائري بعد خروج منتخب بلاده السعودية من الكأس. نستمع. أغني عبارة أنتم ترددوا معايا. بالليل بطل الحلم العربي قد أصبح رمزا للاعبين. انظر حيث قال والأجنحة فريق جولاته رابحة. بتوجيه من ماجد بتوجيه من ماجد بالليل يا بطل الهداء في المرمى صدت الأهداف تبقى دوما للأوصاف مثال الشاب الناجح. هذا إذن مما صنعه الأداء الأسطوري ليوسف بالليلي ولرفاقه كل باسمه. إلى المغرب الآن تتواصل المظاهرات والاحتجاجات، احتجاجات الطلبة واحتجاجات الشعب وعمال الصحة تتواصل عبر كل مدن الجارة الغربية. نقتبس هنا كلمة لأحد المعطلين عن العمل حسب ما يقوله الأشقاء في المغرب. هؤلاء لا يطالبون إلا بوظيفة بعد أن ازدادت أعدادهم وازدادت معاناتهم. نستمع. المنظمة الدولية اليونسكو اليونيسيف بزاف ديال التمثيلات بزاف ديال التمثيلات ليس من دولة الحقوق آخر الزمان كنجيو السي الوزير بموسى ما صوت عليه شك ما طلعوا شك ما عرفنا فين كان في النموذج التناول وتنشوف بالله عليكم الطلبه سير قرب داك النموذج التناول وبالله عليكم قرب القانون 1751 ونقول لكم معنيين وبالله عليكم قرب قانون التعاقد وبالله عليكم قرب الدستور ديال 2011 معنا طلبه الحقوق هذا قرب باش تفهموا هذا الشيء بان هذيك ان هاتي ديك هذا غنسمع ديك النقط ديالو كيحطوها باش يقولوا لهم المنظمه الدوليه راه حنا درنا وفعلنا وتركنا واخا باش نختم عندنا مجموعه ديال النقط الدستور ديال 2011 كنتمنى من المقرر ديال المجلس يمشي يراجعو ويجي يخرج لنا بيان انا قدام العمل اليوم كطالب معطلين وكطالب معطل وكطالب من طبيعه الحال كنهض على حقي ان قدام ما تغدى وكنهضش على راسي ونقدر نكون مشيت كما يقول المولاتي الشاب شي كيف ان لم تحترق انت وانا فمن سينير الطريق وكما قالت عدة المناضلات في ايمان انا اقف فوق جبل من ذهب ولكن خاتم خطبتي من فضه واش عباد الله ما بقاش شي واحد ساكن في شي دوله و المزايا ديالو كتمشي لفرنسا كتمشي للروس ولا الصين ولا جابو. كانت هذه كلمة مقتبسة من كلمة مطولة لهذا الطالب الذي أظهر وعيا كبيرا خلال كلمته أمام الطلاب وكما نرى قوات الأمن منعتهم من دخول الجامعة. فيديو آخر نشرته صفحة ناشطة على اليوتيوب اقتبسنا منه أو أخذنا منه هذه الكلمة. تركتم لنا يا حكام العار ماذا تركتم لنا غير الدمار قدس مغتصبة سبتة ومليلية سليبتان جولان سبية وعراق جريح وبضع أسطر من تحريف تاريخ ووطن عربي كسيح ماذا تركتم لنا يا حكام العار من نصبكم أسياد من نصبكم أسيادا استعبدتمونا وقد ولدنا أحرار من نصبكم أسيادا يا ولاة الغرب يا بقايا الاستعمار من بدل التاريخ من غير العنوان من زاد الجرح فينا من مزق السودان من خسم الوطن العربي إلى أوطان أخبرنا ويكيليكس أنكم أحقر من جواسيس عملاء لا دين لكم ولا انتماء فلا طاعة لكم بعد اليوم ولا ولا. كما تابعنا إذن في أبيات هذا الشاب المغربي نفحات من درويش تحدث عن كل المناطق
المحتلة في الوطن العربي بداية من سبتة أمليلة وصولا إلى فلسطين. نقرأ في تعليقات المغاربة شوها دولة القمع، شوها بمعنى فضيحة، شوها دولة القمع، أين كلامكم في وسائل الإعلام الرسمي ديالكم أن المغرب دولة الحق والقانون إن كشفتم؟ هذا الناشط قال الله يأخذ فيك الحق الحكومة ويلي مسيرك، الله ينزل عليك غضب الله. الطلبة واعيين وعارفين وش كاين، وبنادم ما قاريش اليوم راه أوعى، صافي كل شيء تفرش والمخزن ينقلب غير على فوق ماذا يتغطى إنذار حتى يضربون الناس. روحوا الله يأخذ فيكم الحق يا ربي، وتحية نضالية لكافة الجماهير الطلابية مزيدا من الصمود والنضال، ولكم كامل الاحترام والتقدير. حاولنا ترجمة اللهجة المغربية حتى يتمكن الجميع من فهمها. هذا الناشط قال ألف ألف تحية لهذا الأبطال، والله العظيم كلامهم مؤثر، تحياتي العز والنصر لشباب المغرب. لنكن صرحاء وبدون لف ودوران، يقول عبد الجليل، هكذا اسمه. فالمسؤول الأول عن الأوضاع الفاسدة التي نعيشها هو الملك الذي يسود ويحكم، وأما الحكومات فهي أداة للتنفيذ، وكذلك الأحزاب فهم مسؤولون عن هذا الخراب، وكذلك كل من لم يستنكر هذا الوضع ويؤيد الظلم والفساد فهو عميل من عملاء السلطة. أدرك هذا أم لم يدركه، تحية لكل المناضلين والمناضلات الأحرار في بلد يسيطر عليه حكام أشرار. هذا الناشط قال لولا حكومة العار لما خرجنا من أوطاننا ولما أصبحنا غرباء في هذه الدنيا. الدول تتقدم وهم يرجعوا بنا إلى الوراء، حاربوا ديننا من أجل مصالحهم وفقروا شعوبنا من أجل ملء بنوكهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أزلهم عنا إزالة لا رجعة فيها يا رب. كان هذا مشاهدينا آخر تراند في عدد اليوم، إلى أن نلقاكم في عدد لاحق. لا تنسوا أنه أنتم من يصنع محتوى هذا البرنامج. إلى اللقاء.